انت بتعمل ايه في بيتي يا يالا؟ بتعمل ايه في بيتي؟ انا جعفر مدرب الاتشيكيت. اتشيكيت؟ اتشيكيت مين يا روح امك؟ انا جاي اعلم الحاجه. تعلم الحاجه؟ ها؟ تعلمها القص؟ تقص لحماتي؟ بابا يا بابا يا بابا، هو ملوش ذنب، انا اللي خلاص حضرتك والله ملوش ذنب، الاستاذ هيبقى لك يا بابا. انت ايه؟ تخش كده اي بيت؟ اي بيت؟ حتى ما فيهوش راجل؟ انت راجل؟ انت راجل؟ مش راجل يا عم. مش راجل؟ مش راجل؟ مش راجل؟ ما ازعجش يا عمو، ما ازعجش يا عمو، ما ازعجش يا عمو. لو دخلت البيت ده تاني هتطلع جثه، هتطلع ست جثث، فاهم؟ حاضر يا عمو. يلا استنى، تعالى هنا. الواد الحمار ده خد حسابه ولا لا؟ لا، انا دفعت له كل حاجه. دفعت له كل حاجه؟ يلا مش هلا، يلا قوم. تعالي 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 حاجة، قومي يا وليدي، قومي يا اختي، خش خش يا اختي، خش يا مهسويكة. اوعى انتي عاملالي نفسك مغمى عليكي، ها جاية ترقصي يا حاجة، تتعلمي الرقص يا حاجة، ها هتعلمك الرقص قدي؟ ها؟ اسمعني يا حاج. لا ما تحطيش لسانك على لسانك. سامع يا بابا؟ وانت خاصي، انا ليه احسن معاكي تاني؟ ووي اوعي تحطي لسانك على لساني انت كمان، ابوك ولا الكلب يا حاج. عجبك كده؟ عجبك انت كده؟ عجبك تعلمي اتيكيت؟ صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا استاذ. ممكن تقولي ايه بس وبلاش استاذه دي؟ طيب اوكي. اوكي ايه؟ اوكي ايه؟ ايوه كده. بقول لك انا كنت عايزه منك حاجه. امور يا استاذ. عايزك تخرجني كده من القناه عشان عايز اصور تقرير خارجي مع ستات في منطقه شعبيه. هخلي حمزه يتكلم في الموضوع ده النهارده. طب استاذة كاميرا تنزل ونعمل تقرير في منطقة شعبية، ده كل ده عادي، استاذ حمزة عارف الموضوع ده؟ أكيد طبعا، أنا البروديوسر يعني أنا اللي بقرر. طيب استاذة خلاص حاضر. لا أنا مش بقول لك كده عشان تقولي خلاص، أنا عندي موضوع مهم جدا وعارفة كويس جدا إن حمزة هيحب يتكلم فيه. يعني بفكر دايما يكون في فقرته في فقرة خارجية أو تقرير هيتكلم فيه. نوع من التغيير يعني. فتحي. أيوه استاذة سامعك سامعك. سامعك معاكي. امال في ايه؟ ايه المشكلة؟ وانا اعتبريني جاهز بالكاميرا والكاميرا مان والمنطقة الشعبية جاهزة بشعبها، بس انا برضه عايز اعرف هو في ايه؟ الموضوع ايه بالظبط؟ يعني بفكر كده في قضية مهمة عن العقم عند الستات والمشاكل اللي بيسببها ومفهوم الرجولة عند الستات. من الواضح كده يا استاذة انك لقيت استاذ حمزة مش هيعرف يحبسنا فقلت ندري بسهل. ليه يعني؟ هو في ايه المشكلة في الموضوع؟ لا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس هو هتكوني عايزه الموضوع ده امتى؟ النهارده. النهارده؟ طيب حاضر. طب ممكن تسيبيني بس افطر كده وافوق كده واعمل لك كل اللي انت عايزاه. ماشي، هستنى تليفونك. حاضر يا استاذه. فتحي. ايه؟ يلا باي. وادي العصير اطفحي بالسم الهاري. بعد الشر عايزه اروق دمي. تروقي دمك؟ تصدقي ان انت ما عندكيش دم؟ ليه؟ يعني تزعلي امك من ابوكي وتسيبيها وتنزلي؟ ما هي كمان طردتني من البيت. انا لو مكان هعمل كده كان لازم تقولي له يا هبه. ما كانش هيرضى يا ساره، انا عارفه. معلش تقولي له برضه، ما ينفعش تكذبي عليه. هو ما سالنيش عشان اكذب عليه. يا سلام، يعني لو كان سالك كنت هتقولي له؟ لا خلاص يبقى تخرسي. هيتصالحوا بالليل، انا عارفه. ما يقدرش يدخل البيت وما يكلمهاش. امي دي افيونه ابويا. يعني انت كمان حبك يعني تعلميها الاتيكيت؟ ده انت غريبه جدا. فيها ايه يعني؟ هقول لك حاجه، انا غلطانه اني جيت لك اصلا، انا همشي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عادي عادي عادي. تفطري ايه؟ مش عايزه افطر. تدفحي ايه؟ هندفح مع بعض. يلا نقوم نعمل حاجه وناكلها. عندك جبنه رومي؟ تفصح دي ايه؟ تلاقيها مطروده هي كمان. الو يا اختي. عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم.
انا نايم. تعالي تعالي، في واحده حبيبتك هنا هتفطر معايا كمان. يلا هبه. ايه ده ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله، مكشوف عنك الحجاب. لا كده لازم تيجي تفطري معانا بجد. كده خيبه، ده مكشوف ولا حاجه، انا كل الموضوع انا شايف عربيات عند بيتك. طب غوري يا اختي. طب يلا افتحي قدام الباب. يلا. طيب طيب، باي. بره بره افتح لها. الو، صباح الخير. يا هديل، بقالي كتير ما سمعتش منك صباح الخير. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ما تتغداش وتستناني لاني عامله لك غدا حلو قوي، نتغدى مع بعض. سيف، الو سيف. الحمد لله، صليتي الظهر يا هديل؟ صليت. وانت؟ طبعا. طب يلا مش هتاخر وهجي لك على طول. طيب مش عايز تعرف ان انا في الورشه الاول؟ كمان سيف، باي. يلا مش هتاخر، باي. يعني هو افطار قرداحي بس تسلم ايدك يا صوف. ادعي لامك انها ترددك يا بنتي. هاتي عيش. اتفضلي يا اختي. وحته جبنه رومي. تفصل. الله. امسكي. صدقي بقى انا مش قادره اتخيل منظر ابوكي لما دخل على امك ولقاها بترقص فالس مع الراجل. مشهد كان لازم يتصور. لا انتوا مصرين تسيبوا لي نفسي. خلاص مش واكله. لا وارح دمدم. نفسك مسدوده على الاخر. كنت عايزه انت كمان. عايزه ايه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ مش قلتيلي عايزه في موضوع مهم؟ ايه ده؟ سوري. استني بقى. بصي يا ستي، انا كمان شويه هنزل اعمل تقرير في المناطق الشعبيه عن العقم. ليه الست بيعايروها لو ما بتخلفش؟ ليه بيقعدوا يقولوا حرام دي ما بتخلفش؟ عارفه كمان بيقولوا عليها ايه؟ عامله زي الارض البور، ترمي فيها الحبايه ما تنبتش. ده حتى الراجل بيترعب موت لو حد عرف ان هو ما بيخلفش وبيخاف حد يعايره. حلو قوي الموضوع ده. بجد يعني ينفع فقرة في البرنامج؟ طبعا. المعايرة دي حاجة مش ظريفة خالص، صح؟ انت عارفة كمان مش هتكلم على العقم بس، انا هتكلم عن حاجة تانية. هتكلم عن الست ليه لما بتطلب حاجة من الراجل جوزها جنسيا بيتقال عليها قلة الأدب. طبعا، ما انت لو طلبتي هيعايرك يا اختي ويرجعك عند أهلك علشان هتبقي مش محترمة بنظره. يا سلام. طب ما هو بيطلب كل حاجة في أي وقت وبراحته وبمزاجه. ها ما قلتليش ايه رايك في الموضوع؟ انا قلتلك حلو جدا. انت عارفه مفكرني بقصه حقيقيه. كنت بعالج ابن واحده ست، الست دي في الاول ما كانتش بتخلف. الناس فضلوا وراها عشان تروح تتعالج، لحد ما جوزها زهق وطلقها. بعدها على طول راحت اتجوزت وخلفت. يعني هم افترضوا كده على طول ان العيب فيها. جوزها بقى راح اتجوز وما خلفش لحد دلوقتي. وده اللي بحاول افهمه لهديل الحماره، ان الموضوع في ايد ربنا بس مش في ايد حد تاني. بجد ليه عندنا كده في مصر؟ يعني لو الواحدة اتجوزت وفضلت سنة أو سنتين ما بتخلفش يقولوا لها ها إيه الأخبار؟ في حاجة في السكة؟ يا ساتر، ده سؤال سخيف سخيفة. تخيلي بقى كمان لو سألوه لواحدة أصلا ما بتخلفش. حرام حرام. لو قريتي التوراة هتكتشفي إن ده موروث قديم. زمان كانوا بيقولوا إن الست اللي ما بتخلفش ربنا غضبان عليها. سواء بقى كان غضبان عليها أو مش غضبان عليها، برضه ده في إيد ربنا بس. قبل ما اجي لكم عملت دراسه عن الموضوع ده، اكتشفت ان نسبه حالات الطلاق في مصر بسبب العقم يمكن كمان توصل 50% مثلا. ياه، انت بقيتي تمام على فكره. يا بنتي انا طول عمري تمام، بس انتوا ما تعرفوش تمامي ولا تهامي ولا تهاني. ايه يا بنت الخفه دي؟ انا رايي برضو انك تعملي موضوع عن العنف الجنسي اللي بيحصل للست. تحفه حبيبي. انت اول ما خلصت الفقره بتاعتك لقيت تليفونات كتير جات للمدام عندي من اهلها ومن اصحابها، وكلهم بيقولوا ان الست عزيزه دي ست ظريفه جدا.
فقلت واي نوت، نجرب حاجه جديده. انا كنت واثق ان الواحد فيكم انتوا الاثنين هيفكر صح. يا حمزه بيه، انا ما انكرش ان الست دي عندها كاريزما، بس انت عارف المسائل زي دي انا ما بعرفش اخد فيها قرار غير لما ارجع لحمدي بيه الاول. يا راجل، ده هو ده اللي محبب الناس فيها. شوف يا حمزه بيه، انا محتاج اشوفها في فقره معاك، ولتكن بكره مثلا، وتكون معده اعداد جيد، ونشوف ايه اللي هيتم. واذا نجحت يبقى الست عزيزه هي اللي هتقدم برنامج الطبخ. ايه رايكم؟ والله هنقول لها، جايز ما توافقش. نعم. اه طبعا، ايه اللي نعم؟ انت فاكرها مختار ولا ايه؟ عزيزه دي اضافه لاي قناه تشتغل فيها. طب وذمتك يا استاذ شريف؟ عزيزه ولا الكم مره اللي جايبهم لي في البرنامج؟ يا جماعه، موضوع عزيزه مش هو المهم دلوقتي، في موضوع تاني اهم منه بكتير. انا عاوز اوقف الفقره اللي بيظهر فيها حمزه بيه. عارف ان البامبو ده بيجيب الحظ؟ عارف، وانا بالذات حظي يعني ما يتبصرش. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ازيك انت؟ أنا مالك يعني... فيه؟ بص، من الآخر أنا يعني ما كنتش متخيل إن أنت هتيجي. ليه؟ يعني عشان أنا كنت أعيز الذوق وطردتك من بيتي. بس أنت اعتذرت لي وأنا قبلت اعتذارك، وعزمتني على فنجان قهوة وأنا قلت لك أوكي. وأنا عادة ما برجعش في كلامي، إلا لو أنت رجعت في كلامك. لا أبداً والله. ثانية واحدة أجيب لك القهوة. تعليق كسرني، فجأة نفسها خلتني بني آدم مش مهزوم. لقيت شخص غريب جدا في ردود أفعاله. مش أنت الوحيدة اللي أنا عملت معاها كده. أنا نيلت الدنيا مع ناس كتير. كلهم طردتهم من بيتك؟ لا، اللي ضربتها، واللي شتمتها، واللي قفلت السكة في وشها. استغفر الله العظيم يا رب، كاني بنتقم من حد اصلا ملوش ذنب في اللي حصل. يعني هو انت السبب في اللي حصل ده؟ ربنا هو اللي عايز كده. قولي لي، هو انت كنت تعرفي علياء كويس؟ قابلتها وقت قليل بس عرفتها كويس. الله يرحمها كان فيها ميزه، تقعد معاها تحس انك تعرفها من زمان. وعشان كده يا مدام هبه انا حبيتها، وهي كمان كانت بتحبني قوي. حكيت لي عنك وقالت لي ازاي تقابلته. على فكره انا مش مدام. سوري، معلش. على ايه؟ يا استاذه هبه انا ولا استاذه ولا مدام، هبه وبس. وانت بتحبي الورد؟ يعني تسال لي؟ لا، اصلي خدت بالي انك عارفه معاني اسمها الورد. انا شغلتي الورد وعندي مشاكل الورد، وكمان انا برفيوم. بجد؟ اه. انا كمان ساعات بعمل برفيومز، بس بعملهم يعني بنفسي. يا راجل، حاجه على قد كده يعني. كويس، خدي جربي. جاردينيا مسك ابيض، زهر البرتقال. صح، بس في شوية حاجات برضو أكتر. بس النسبة الأكبر دي. أنت فاهمة بقى. طبعا. بص، أنت لازم تيجي عندي المكتب، عزمك على قهوة وأفرجك على شغل. إن شاء الله. أكيد. خدي كده جربي. إيه دي؟
الفل، حلوة قوي. علياء الله يرحمها برضه كانت بتحبها قوي. الله يرحمها. بجد انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقولش حاجه. هديك البيزنس كارد بتاعي في عنوان المكتب وهستناك. ماشي؟ سلام. سلام. معلش يعني ممكن تسمعي كلامي بس ايه النهارده بس. احنا هنا لو حسينا باي حركه غدر، اي لقطه كده مش مطمناكي قلقانين هشاور لك جري جري حراميه. حاضر، بس ما تخافش عليا. لا انا مش قلقان عليكي، بس انا عايز افهمك ان احنا في اعماق امبابه، يعني بلاش تحط التفاصيل بتاعتك وتسمعي كلام. معلش استحمليني شويه دول. هو احنا جايين هنا لحد معين؟ اه طبعا. مين؟ انت بدات تقلقي ولا ايه؟ لا طبعا اخاف ايه؟ انا يا ابني صورت في كل حته في مصر. صورت في كل حته في مصر؟ تصوري حاجه؟ تكلمي حاجه تانيه خالص. ما تخافش عليا برضه. يا ست انا مش خايف، انا كده كده معاكي، غير كده اكيد هتبقى معاكي طول الوقت. اكيد دي مين بقى؟ اكيد ست، اكيد دي ست مصريه اصيله، ست كده من بتوع زمان. بتوقف امبابة على رجل لو حبت، سيطره، سيطره على كل ستات المنطقه، وهي اللي هتجيب لك الستات اللي انت هتسجلي معاها. انت متاكد انها هتساعدني؟ تساعدني؟ بقول لك دي بتحترمني احترام ملوش حل. استاذ فتحي ده بالنسبه لها حاجه، يعني مش قادر اقول لك ده انا كويس. يعني. انت بتعرفها منين يا فتحي؟ تعرفها زمان، يعني كانت بتجيب لي ستات، ما تفهمنيش غلط، ستات كانت بتيجي تصور في الاعلانات والكليبات يعني ايام النحت يعني. وقلت لها انا جاي لك فحضري لي كام ست، فهي دايما دايما بتنقذني في الاوقات المناسبه بصراحه. ما تلاقيش. طب يلا يا استاذ فتحي، يلا يا حياتي. الو الو، ايه بس انت فين يا بنتي؟ هاي خيرت، ازيك؟ معلش ما كنتش جنب التليفون. في حاجه ولا ايه؟ صوتك مش كويس ليه؟ لا ابدا، اصلي مسافره. طيب ماشي، لما ترجعي بيكلميني يعني. اوكي. هو انت فين؟ لبنان. طب ترجعي بالسلامه، يلا باي. ميرسي، هكلمك اول مره. باي. اهلا اهلا يا استاذ شبكي، اتفضل. اهلا بيكي. معلش اظبط بس هنسجل الحوار، لو ما عندكش مانع اتفضل. تعرف نفسك؟ محمد الشبكي وبس كده. ايه بس كده دي؟ لان انا اسمي ماركه متسجله، ما اعتقدش ان في حد في مصر ولا الوطن العربي كله ما يعرفش مين هو محمد الشبكي. انا ما اعرفش، أو هقول لك حاجة، اعتبرني ما أعرفش، عرفني. منتج سينمائي. وإيه في الأصل كان إيه؟ مش فاهم. يعني أنت اتولدت كده لقيت نفسك منتج سينمائي؟ لا طبعًا، ما اتولدتش ولقيت نفسي منتج سينمائي. أنا كنت بستورد تكاتك وشغال في قطع الغيار المبلولة. مبلولة؟ آه المبلولة يعني المسروقة، دي حاجة تشرفني طبعًا. حاجة تشرف طبعًا. طب قول لي بقى، اشتغلت في الإنتاج ليه وأنت مش دارسه؟ وحضرتك ان شاء الله شغاله صحفيه ودارسه ولا؟ لا دارسه مش ولا. احنا بقى عندنا في الفن مش شرط يعني تكوني واخده حاجه ومتعلماها وواخده فيها شهاده عشان تنجحي فيها. يعني في اسماء كتير وفطاح الاسماء تخط قد كده، شغاله في الشغلانه دي من غير دراسه وناجحه جدا. وفي اسماء كبيره وفطاح واسماء تخط شغاله في الشغلانه دي وبدراسه وبرضه يعني ماشية معاهم بالحظ. وبعدين انت بتسألين السؤال ده انا بالتحديد ليه؟ لعلمك انا المنتج الوحيد اللي اي فيلم بينزل لي بيكسر الدنيا وبيجيب اعلى ايرادات في تاريخ السينما. بس انت شكلك اللي مش عارفة انت بتتكلمي مع مين بالظبط. معلش كنت مسافرة اصلي. والله الحمد لله على السلامة. خير بقى؟ طب قولي بقى، ليه كل افلامك تافهة وملهاش معنى؟ يعني رقصتين على اغنيتين على شوية
ستات عريانة. انت بتتكلمي بجد الاول؟ انت عارفه اصلا ما كنتش عايز اجي اللقاء ده لولاش ان ابو صفاء ده صديقي هو اللي اصر ان انا اجي. صفاء الطحان؟ اه الطحان ده بقى صاحبي كده من ايام ما كنا بنستورد التكاتك. طب القصه دي كلها عشان بتحاول توصل لي ايه يعني؟ بقول لك ايه؟ احترمي نفسك واتكلمي معايا كويس. انت اللي تحترم نفسك وتقدم حاجه ليها معنى بدل القرف اللي قاعد تقدمه لنا كل شويه ده. القرف اللي انا بعمله ده ومش عاجبك يا استاذه ده بيجيب ملايين. اه طب ما القمار والدعاره بيجيبوا ملايين برضو. انا افلامي لا فيها دعاره ولا فيها قمار. انا افلامي نظيفه وهادفه. انا حاسس بالناس اكتر منكم كلكم يا شويه بهايم. حاسس فيهم ولا بتلعب على عشوائيتهم وعلى بساطتهم؟ واحد بلطجي يتعرف على واحد غني ياخد فلوسه يبقى بلطجي كبير ومعاه فلوس وبعدين يعرف صاحبة الراجل الغني وحاجة قرف قرف يا شيخ. حاجة بجد كفاية بقى. ايوه بس في الاخر بيتوب وبيبقى شخص محترم ومفيد للمجتمع. هتفضل تقدم لنا كل القرف ده وبعدين في الاخر تفهمنا ان كل ده كان غلط؟ والله انا ما ضربتش حد على ايده. انا ما غصبتش حد ولا ضربته على ايده عشان يطلع كاسكار ويتفرج على افلامي. انا كل الحكاية حاسس بالناس اكتر منكم كلكم. انا فاهم الناس. انا حاسس باللي تحت. انت بس اللي حاسس بيهم. انا حاسس بالناس واعرف يعني ايه الناس عايزين ايه وبيحبوا ايه وبيكرهوا ايه اللي بيزعلهم وايه اللي بيفرحهم. لعلمك ولاد البلد ليهم لغه معينه. انا بس الوحيد اللي معايا مفتاح سينمات وسط البلد كلها. سينمات وسط البلد اللي الناس بتقف قدامها تشرب مخدرات عشان تهيص جوه وهم بيتفرجوا على الفيلم يقوموا يرقصوا بالمطاوي صح؟ بدل الفيلم شبههم زيهم واحد منهم مش بيمثل عليهم. ودي بقى سر خلطة الشبكية سر النجاح ان انا قريب من الناس. اه بتعمل لهم ايه بقى خلطة الشبكية دي؟ واعمل لهم ايه؟ انا مش مصلح مجتمعي ولا انا وزير ولا مسؤول في البلد دي. انا كل الحكاية ببسطهم. ما البانجو والترامادول بيبسطهم. انا بقى البانجو والترامادول بتاع الناس دي ومش عايز اسمع صوتك. مات الكلام ده. انتوا شوية بهايم مالتوا البلد الله يخرب بيوتكم. دي تاني مرة تقول انتوا بهايم. اه عايز اقولك حاجة يا استاذ محمد. عارف يا استاذ محمد مين البهيم؟ البهيم ما بيبقاش عارف ان هو بهيم. وتقوله انت بهيم ليه؟ يقولك انت مالك؟ انا عندي سينمات، انا مكسر الدنيا، انا كل الممثلين تبعي، انا مع الناس البسطة. عرفت بقى مين هو البهيم؟ بقولك ايه؟ ما تسيبك من البهايم وجو الزرايب ده. أنا بحضر فيلم جديد اسمه غازي قاهر الغوازي في دور بنت مزة. ينفع معاكي يعني؟ دي طول الفيلم عمالة تغوي وتعمل إغراء لحسن حسني وفي آخر الفيلم بيتجوزها. تعملي الدور ده؟ قومي مهزأ قومي يلا. عارفة لولا أنك أنت واحدة ست وأنا ابن بلد وبفهم في الأصول ورحمة أمي كنت تفيت على وشك. بالخلطة السرية ولا من غير؟ أوعي. قوليلي بقى ايه اسباب الطلاق؟ انا بقالي 10 سنين متطلقه. انا اصلا مش من امبابه، انا من صمالوط. اتجوزت هناك وكنت عايشه مع جوزي مرتاحه وزي الفل. بعد شهرين من الجواز لقيت نفسي ما بخلفش. رحت للحكيمه قالت لي ان انا عندي عيب ومش هخلف. حكيت لجوزي، راح جوزي حكي لامه، امه حكت لبناته، بناته حكوا للبلد كلها. فجاه لقيت نفسي يا اختي مفضوحه. طلبت الطلاق وسبت البلد وجيت هنا على امبابة. وليه شايفة ان عدم الخلفة فضيحة؟ عندنا في البلد الست اللي ما بتخلفش زي الارض البور. اتطلقت من جوزي من الاول عشان كنا متفقين مع بعض ما نخلفش عشان ما فيش فلوس. تمام. اهل جوزي قالوا له مراتك دي لازم فيها حاجة عشان كده حيشة الخلفة. جه قال لي انت كشفتي؟ قلت له كشفت. قال لي لو ما كشفتيش انا هطلقك. قلت له براحتك. راح مطلقني. طلقك كده بسهولة؟ طب وليه اتجوزتي تاني؟ اتجوزت. وخلفتي؟ لا. ليه بقى ما خلفتيش؟ لا مؤاخذة عشان هو ما بيخلفش. اه طب وليه لا مؤاخذة بقى؟ عشان هو كده طاقة. اه طب يعني انتوا مش عندكم مثلا مفهوم ان الراجل لازم او الذكر زي ما انت بتقولي لازم يخلف؟ نعم يا روح امك، هو يخلف او ما يخلفش ده ذكر. الرجالة عندنا كلها رجالة. طيب بالنسبة ليه مرتبط الرجولة أو مفهوم الرجولة بالعلاقات الجنسية عندكم؟ هو كده ما نعرفش. احكي لي بقى. ليلة الخميس دي ليلة طبحنا. يوم الجمعة الصبح
اقوم الصبح انشر الغسيل واتباهى بيه كده قدام جيراني. تنشري ايه غياراته يعني؟ اه طبعا. طيب قولي لي بقى، انت تقدري كده تطلبي جوزك في علاقه يعني ما بينك وما بينه زي ما هو بيطلبك؟ لا ما يصحش عشان عيب. يعني هو مش عيب مثلا ان انت تسحلي يوم الجمعه تنشري الغسيل وغياراته على الحب؟ لا بقى دي حاجه بينه وبين ابو احمد واحنا حرين مع بعض. طيب ماشي، ولنفرض ان جوزك حصل له حادثه، مرض، اي حاجه، حصل له مشكله في الاعضاء التناسليه، يعني ما بقاش راجل، يعني ما يعرفش ينام معاكي. قولي لي يعني هتعملي ايه ساعتها؟ لا يا حبيبتي تكفي من بقك. جرى ايه يا اكيد؟ انت جايبه لنا واحده ياك تطول على الراجل ولا ايه؟ طب خلاص يا حاجه خلاص، اتكلي على الله. انت فتحي شوف لي حد تاني. قولي لي يا حاجه لو جوزك ما بيخلفش تعملي ايه؟ اطلق طبعا، هو جواز ايه غير خلفه؟ طب هو مثلا ينفع كده ما بينك وبين جوزك تطلبيه زي ما هو بيطلبك؟ يا لو انت اتجننتي؟ ما ينفعش طبعا، ده كان يفضحني ويجرسني، يفتكر ان انا منهم. منهم دول يعني الناس اللي مش كويسين؟ اه ما ينفعش. اه طبعا. طب يعني هو في استخاء ما بينكم؟ ما هو بيطلبك، انت كمان ما تقدريش تطلبيه، انت يعني مراته يعني من حقك. لا لا ما ينفعش، قلنا علمتنا ان احنا ما نعملش حاجه زي كده، واللي جوزك يقول عليه تعمليه حتى لو انت مش راضيه. اصعب حاجه عند الواحده مننا كده الناس، كده الناس عامل زي السكينه التلمة. طب قولي لي لو جوزك مثلا كان تعبان مثلا او مش قادر يقيم العلاقه الجنسيه ما بينك وما بينه، ها هتعملي ايه؟ ربنا يخلينا الحبايه الزرقاء والخضراء وحبيت هو ده تمامك. طب هو بياخد الحبوب دي؟ بياخدها، لكن يوم ما بياخدهاش فيه بينام جنبي على السرير زي يوم. طيب شكرا يا حاجه. قولي لي يا حاجه، تقدري تطلبي جوزك كده زي ما هو بيطلبك؟ والله ممكن، طلبته او ما طلبتوش هو عايز اللي يعمله. قولي لي يا حاجه، لو جالك عريس عنده عيب خلقي جنسي هتتجوزيه؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. طب لو حصل له حادثه بعد الجواز وسببت له العيب الجنسي ده هتعملي ايه؟ لا ده خلاص ده نصيبي، ما اقدرش اسيبه. هتستحمليه يعني؟ استحمله طبعا. اه طب واحتياجاتك انت هتعملي فيها ايه؟ لا خلاص ماليش احتياجات. يعني انت راضيه كده بقى؟ اه طبعا طبعا. طب هتحكي بقى لجيرانك وقرايبك واصحابك وتتكلمي معاهم ولا لا؟ لا 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 انا هفضفض بس مع قرايبي بس، انما جيراني واصحابي لا منظرها بايخ قوي. طب لو جوزك عنده مشكله تعملي ايه؟ مشكله ايه؟ يعني لو عنده مشكله في رجولته. لا انا جوزي راجل والراجل ما يعبوش غير جيبه. اه طب والمشاكل الجنسيه بتعملي فيها ايه؟ لا يا حبيبتي انا جوزي زي الفل. دخيخه ومالوش فيها. جرى ايه يا وليه يا اكيد؟ في ايه؟ ما تلمي نفسك. الم نفسي ليه يا اختي؟ البابا كلها عارفه ان جوزك اشرب حلاوه ولا زي الفل ولا حاجه. شعرفت يا مرا يا معيوبه. انا معيوبه اصلا. ايه بالراحه هتزور؟ تحفه الاكل، تحفه، تسلم ايدك. انا عايز الحق اخلص بسرعه علشان نلحق نصلي. اوكي يا حبيبي هنصلي مفيش مشاكل، بس بالراحه عشان تستمتع بالاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سيف عامل ايه؟ تمام كويس، كويس قوي قوي. الحمد لله. بقول لك ايه، فاضي بالليل؟ ليه خير؟ كنا عندنا جوله النهارده ان شاء الله. جوله في الشارع؟ اه جوله، هننزل نتكلم مع ناس شويه في الشارع وندعوهم للصلاه في الجامع. لا بص يا فوزي، انا معلش انا مشغول جدا جدا النهارده بالليل. طيب خلاص مش مهم، تتعوض ان شاء الله المره الجايه، بس زي ما قال لك الشيخ عمرو انت لازم تنزل معانا. ضروري ان شاء الله نعوضها باذن الله باذن الله. خلاص اوكي يلا، السلام عليكم. الله وبركاته. في ايه؟ فوزي كان عايزني ننزل معاه جوله في الشارع ندعو للناس للصلاه. وانت مالك انت؟ او هسألك السؤال بشكل تاني، انت ليه رفضت؟ مش عارف، حاسس ان انا محتاج ان انا اقعد مع نفسي اكتر. Take your time honey. سيف اهلا. الاخبار عامل ايه؟ محسن باشا. اهلا باشا. محسن يا هديل، هديل مراتي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازي حضرتك، بسمع عنك كتير. الله يا رب يكون خير ان شاء الله. خير خير. ايه يا ابني اللي في وشك ده؟ ايه؟ لا ولا حاجة، ده أنا كنت ماشي في الشارع وبتكلم في الموبايل فلبست في عمود نور.
لبستي في عمود؟ لا ألف سلامة عليك، بس ده شكل بوكس يعني مش عمود. يلا الحمد لله على كل حاجة. ألف سلامة عليك. ما يقع الله الشاطر، تعيش وتاخد غيرها. الحمد لله. أنت خلي بالك من نفسك بقى. إن شاء الله، ربنا يستر. طيب، عن إذنكم بقى. رايحة فين؟ هروح. طب ما تستني شوية وهنمشي مع بعض. أنا مش نازلة، هستناك ما تتأخرش. وأنت كمان لازم تخلي بالك من نفسك. والله فرصة سعيدة جدا يا أستاذ. أنا أسعدك. مع السلامة، خلي بالك من نفسك. حاجة غريبة جدا. حد ابن 60 في 70 راح بلغ مراتي قال لها إن أنا متجوز عرفي. يعني ما كانش عمود، طلع بوكس فعلا. عم بقى عمود ولا بنية، ربنا يستر. الحمد لله. بتنشن على عيني كأنها بتنشل والله، بتصطاد حمامة. هي رشقتني بكعب الجزمة في وشي زي ما تكون ايه؟ بتلعب رماية بنت اللذينة. يا باينة دي فضيحة. قلت لك ما تشتريش جزم بكعب، ما بتسمعش الكلام. يا راجل انت جزم بكعب ايه؟ ده ايه بنت اللذينة قاعدة بتنشن ولا كده؟ سبحان الله، عارف لو هي قصدة مش هتيجي. وين؟ بس الحمد لله. يلا خير. تعيش وتاخد غيرها يا بطل. ايه لا اخد غيرها ايه؟ لا اخد غيرها. العين التانية. يعني المرة الجاية بقى. عينة. يا اخي ايه ده؟ مش انت اللي كنت عايزة تصوري تقارير؟ ايه ده يا اخويا اللي انا خدته في ضهري ده؟ شالوت ده ولا طوبة؟ لا كان شالوت. لا يا راجل. الف سلام عليك. استنى بقى، حصل واحدة اتبهدل وكنت نازلة شيك. انت طول عمرك شيك يا استاذه. بس بجد ميرسي يا فتحي. على ايه ده انت اللي اتسحولتي؟ تصدق الناس صعبانه عليا قوي. هم متعودين على كده. لا انا مش بتكلم على مستوى معيشتهم ولا فقرهم والكلام ده، انا بتكلم على حاجه تانية. بتكلم تعرف طريقه تفكيرهم، تعليمهم، الطريقه اللي بيفكروا بيها في طريقه حياتهم، بيفكروا ازاي يعني، واسلوبهم يعني في طريقه التفكير. سبحان الله، الراجل ليه حق يتكلم في اي حاجه مضايقه من الست، والست لا. هي تقدر تنطق، تقدر تتكلم، تقدر تطلب منه حاجه، هو كل حاجه فيها صح، هو تمام، هي ولا كلمه ولا كلمه. ما تقفريش قوي كده. بس لا قوي كده، احنا في مجتمع ذكوري. تقول لك على حاجه، لو بصيتي للطبقات العاليه هتلاقيها بتفكر بنفس الطريقه، بس يعني تختلف في اسلوب الكلام. اما انا بقول نفس الكلام، بقول لك احنا في مجتمع ذكوري. بقولك ايه؟ الماتيريا عايزاك تنزلها لنا، وانا شويه كده وهشوف حمزه جه ولا لسه. حاضر يا استاذه. انت لك ما تقوليش يا استاذه. اصل انا متربي. انا مش متربي، مش شيء تكليف. طيب كده؟ طب اعملي لي شاي يا عبال ما اجي بسرعه. لا عايز وقتي. قولي يا استاذه بعد كده. جاية. عندي هبوط. مساء الخير يا بابا. بابا انا عملت ايه عشان ده كله؟ وماما كمان عملت ايه؟ انا مش شايفه ان في مشكله يعني. هتفضل كده على طول ما بتكلمناش؟ والله العظيم كنت ما تحلفيش يا هبه. ما دام بتكذبي ما تحلفيش.